Soir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Arc-en-Ciel, une émission marocaine sur Radio Pluriel, radio de la tolérance et de la diversité. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel, animation festive. Nous souhaitons transmettre nos remerciements à l'ensemble de notre auditoire. Auditoire de qualité, auditoire qui a la fine oreille et aussi à nos invités de qualité, des invités de renom, des invités d'une extraordinaire faculté d'expression mais aussi de contenu. L'émission Arc-en-Ciel, sans l'identifiant, n'est que le pragmatisme, la crédibilité et le savoir-faire. تلقى جميع الحسن في مصورا تلقى جميع الحسن فيه تلقى جميع الحسن فيه مصورا لو أن كل الحسن يكمل صورة لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا مكبر يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا سيدتي ونسادتي عودة إلى الاستوديو ومن خلال هذا الصوت الناعم الشجي الصوت المعبر عن الكلمة الكلمة ذات أبعاد هذه الكلمة لها بعد ثاني وأنها جاءت من منبع مغربي موجود بالمجر مدامز ومسيو Ce jour arc-en-ciel est à l'heure du capital immatériel éméreux. Mais autre que ceux que nous avons cités jusqu'à ce jour, soit sous forme universitaire, médicale, ingénieur, associatif ou autre. Cette fois-ci, le capital immatériel du Maroc, c'est le chant, c'est le savoir de transmettre
les valeurs réelles et justes d'un pays millénaire. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Si Abdelrahim Abdelmoumen. Ahlan wa sallam. مرحبا سي عبد اللطيف، شكرا جزيلا على الاستضافه وسعيد جدا بسماع صوتك، ومن خلالك نحيي المستمعين لزوديتور الافاضل الكرام اللي يقسمونا هذه الساعه الزمنيه الجميله، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالك وديالهم كذلك. بدون منازع وبدون شك كبير باش يكون حضر معنا احد أعمدة الطرب المغربي بالمهجر سي عبد الرحيم عبد المؤمن. إذا كان ممكن الله يجازيك بخير في عجالة قل لنا بعد المراحل اللي دازت منها حياتك الفنية. وهي شنو نقول لك، هو مسار طويل صعيب تختزله في دقائق، لكن أنا من يعني الجهد. فالمولد والنشأة هو في مدينة طنجة، الدراسة كذلك هناك. البداية الفنية كانت في أحضان الزاوية الصديقية بطنجة، وهي زاوية معروفة ولعبت أدوارا كبيرة ولها تاريخ حافل بعلمها، لأنها مشهورة ومشهورة بأخطابها العلماء وبدورها كذلك السياسي في دحض الاستعمار، والدور الأخير الذي لعبت فيه دورا رياديا كذلك هو الدور الفني، بحيث أنها أنتجت فنانين يعني تتلمذنا على يد الشيوخ، فتحنا أعيننا عليهم في فيها، ولا ننسى جلسات الجمعة، جلسات الضوء يعني الضوء الخافت والليلية أو يعني اللي تتكون في الليل في السماء، والمديح والأذكار والحضرة والأصوات المتناغمة. فهذا الجو هذا أنا نشأت وترعرعت وتعلمت، يعني الحمد لله تعلمت، أخذت الأمور من أفواهي، خذوا العلم من أفواه العلماء، وأنا كذلك أخذت العلم من هذا العلم وهذه القواعد السماع والإنشاد من أفواه الشيوخ المقتدرين. فمن الزاوية انتقلت مثل الموسيقى الأندلسية، لأنها تجمعهما قواسم مشتركة من ناحية الأدبية من ناحية الفنية، يعني لقيت راسي كندخل بالانسياب وبسلاسة في الأداء التراث الأندلسي. هناك محطات يعني اللي كان اعتبرها محطة جوهرية في المسار الأندلسي، ومشاركتي يعني لسنين طويلة مع جوق المعهد التطواني برئاسة السي محمد الأمين الأكرمي، ومن رواد تراث المغرب، بحيث من التسجيلات إذاعية وتلفازية، مازال يعني القنوات المغربية يعني كيجوزوها نعم كيستولوها من حين لآخر. أصفاري معه كذلك، بها معه يعني تعلمت نفتح ذاك النافذة للإطلال على الفنانين في المهجر الأندلسي، يعني في التراث في الإسبانيا، يعني في الأندلس جنوب إسبانيا، يعني تعاملنا مع فنانين أندلسيين ومنا من واحد المزيج أندلسي مغربي أندلسي إسباني. وكذلك ما ننساش يعني لما جيت المهجر، يعني في تقريبا دابا هذه واحد 8 سنوات 9 سنوات كذلك، يعني فتحت وهذا هو بيت القصيد سي عبد الرحيم، هو نعم هو المهجر هو المجال. نعم. كيف نعم. يعيش السي عبد الرحيم عبد المؤمن مجاله الفني بالمجر؟ شوف، هو انا صراحه يعني اوروبا بحكم اننا لما كنا في المغرب كنسافروا ليها بزاف، يعني ما انتبهتنيش الغربه لما جيت نسكن في هذا في الارض هذه. نعم. بحكم انني عندي روابط سابقه مع الناس هنا في أوروبا. أنا لما كنقول يعني أوروبا كنقصد فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا. نعم. يعني هذوما نعم الدول اللي كتجمعني مع 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 بعض الفنانين منهم علاقات وأصدقاء، وسيرتو بجيدة بروكسل. فما حسيتش بالغربة نهائيا، بل بأنني حسيت بأنني في حظ العائلة الثانية ديالي، بحكم أن الدول تستقطب دائما وعايشين فيها يعني جالية كبيرة.
هادشي هذا ما كيمنعنيش بانه نقول لك بان هناك فرق بطبيعه الحال، هناك فرق ما بين مغاربه المغرب ومغاربه المجر. ما هو الفرق؟ الفرق في الذوق، نعم الذوق، الذوق اذا كان الذوق يعني يعرف انتكاسه يعني منذ امد في المغرب، فالذوق اللي هنايا يعني للاسف ما يعني لاسباب، يعني لاسباب كبيره. اولا عن هضر على الجيل الاول اللي جا هنا ما عطاش اهميه كبيره نعم نعم من تربيه الجيل اللي عينتج موراه، تربيه الذوق ديالو واعطاء هذيك الرسائل الضمنيه، لان الانسان اذا حرم الذوق حرم لذه الحياه وحرم اي شيء جميل، وحرم الوطنيه وحرم الهويه، لان الذوق اذا ما كانش عند الانسان ذوق فني الجذور ديالو ما كيخسر بزاف، وما كي وما وما ويتيه يقدر يتيه يتيه وهذا في رأيك الله يخليك، ما هو السبب في هذا ما الجمل؟ السبب؟ انا قلت لك يعني هناك اسباب كثيره، ربما لان الجيل الاول ما كانش عنده ديك الحموله الثقافيه اللي خصها تكون قبل ما ياخذ غمار المغامره وزمام المغامره باش يسكن في واحد البلد اللي عنده اللي فيه. انا كنقول لك يعني اذا قلت لك انا في الخمسينات الستينات اوروبا راه كانت مازال العولمه ما غزتها، فهمتيني؟ فدابا الخطر اكبر واكثر. ما بحال يعني كل ما تشحنوش في الاول، وما كانش عندهم هاد الهاجس هذا في راسهم باش ما عطوهش لولادهم. لكن كاين واحد السؤال تيجرني لهذا الميدان، لان جبتيه لي انا، هو ميدان بكل صراحه مهم ومزيان اللي جبت هذا الموضوع بالضبط، لان كاين نعم. هناك هروب عن الاصل والاصل الفني، دونك نعم ورا نعم دونك نعم هذا الهروب هذا. نعم في رايك هل هناك عمل يعني منشود من طرف نعم الاجهزه اللي قايمه بالجاليه؟ لان هذا مشكل ديال الجاليه ككل، ماشي غير عندكم تمايا في باريس نعم او نعم فرنسا او نعم دول، هذا مشكل نعم شامل. في نعم رايك نعم هل هناك اهمال او هناك تقصير الى حد كبير في نشر الهويه المغربيه عن طريق الطرب وعن طريق الطرب الاصيل؟ كان هناك تقصير يعني ما نكتبش عليك، كان هناك تقصير ولكن في نفس الوقت انا لمس على ان هناك مجهودات كانت فرديه من بعض الافراد. مثلا هنا انا نقدر يعني الشيء بالشيء يذكر نشيد بالمجهودات اللي كان كيقوم بها سي محمد مطالسي لو ديريكتور دي زاكسيون كولتيغيل على الانستيتو دو مونداراب، كيبقى في هذا الانستيتو هذا تقريبا برونتو، وعملت تكريم الحاج عبد الكريم الرايس، وعملت تكريم من الفنانين الاندلسيين هنا يعني في قلب باريس، نعم. وانا شخصيا عمل معايا جوج ولا ثلاثه المشاريع هنا اندلسيين، ما نقولكش كذلك مع خدم مع التراث الاندلسي الجزائري والتراث الاندلسي التونسي، يعني عبل هذه المجهودات. المغرب الحمد لله دابا فكر في هذه الامر بجديه، اذا كان قبل يعني ربما كان مشغول بامور اخرى، دابا الحمد لله برعايه سيدنا راه ما نساوش هذا المشروع العملاق اللي شرف عليه سيدنا الله ينصره، وهو لو سونتر كولتوريل ماروكان اللي يعني في قلب باريس. هذا حنا كنا كنت كان 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 طمحوا له شحال هذه، وتكلمت مع السفير رحمه الله سي مصطفى السهل الله يرحمه في عيد العرش واحد المره، وقال لي راه هو قال لي راه هو في البال، لان قلت له كاين دول هنا عندهم السونتر حنا ما عندناش وما يمكنش. شكرا شكرا جزيلا على هذا الاعتراف الجميل الله بالعمل بالعمل ديال السيد السفير الله يرحمه ويوسع عليه السي مصطفى السهل، اللي كان من احسن السفراء ديال المملكه بالمهجر، واللي كان في المستوى الكبير الفول ديور اللي شفت الكلسون بحال هاد الناس هادو ما بقاش نلقاهم في هذا الوقت مع الاسف الشديد. كان انسان استثنائي، كان نعم انسان استثنائي، وما ننساش انا دابا هو الروح ديالو عند الله. انا كنفكر واحد كنا عملنا كانوا عملوا هنا واحد اون سيمين كولتيغيل اونتر لاميري دو 13 افيك لومباساد ديال المغرب، وعملنا لا كلوتير كانت ميوزيكال، عملناها في بالي دي كونغري، نعم، وجمعنا موسيقى اندلسيه وكذا. هو كان رحمه الله يعني في نهايه ايامه الاخيره كان مصاب بالمرض، نعم نعم، وتعذر عليه يجي يحضر الحفل، وتكلم معايا بالمستشفى بالهاتف، الله اكبر،
ما عمري ما ننسى ذاك العام، كل ما نطلع فوق الخشبه تكلم هادو هادو معايا انا. هادو 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 رجال من طينة نعم أخرى. نعم نعم استثنائي استثنائي هادو رحمه رجال الله من ذاك. طينة أخرى، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار الكريم وتعزيتنا العائلة ديالو. نعم والسي يا ربي السفير الحالي بن موسى. الشاكر بن موسى حتى هو راه كيعمل مجهود كبير، راه مؤخرا كنت معاه وتكلمنا في هذا الامر هذا، وحتى هو يعني له اليد الطولة يا والله في هذا جبتي المشروع سير، هذا، الله جبتي سير، نتمنى الله ان شاء جبتي الله. سير. ولكن المجهودات مازال خصنا، لان شوف حنا انا الهدف ديالي ما كرهتش يكون هنايا جوق يعني سيمفوني اندلسي ويكونوا فيه يعني كورال كبير للشباب فهاد فهاد والتشجيع. فهاد الاطار كاين واحد الفكره ربما نقدر نتداولوها دابا نيت، ربما الناس اللي تصنتوا لنا وحنا تنعلموا بان العديد من الناس المسؤولين تصنتوا هذا البرنامج، لما لا احياء كما تيدو تنشوفوا اساتذه في تعلموا العربيه، اساتذه يعلموا بزاف الحوايج على المغرب باغسي باغ لا، علاش بهذه المناسبه بهذا البروجي اللي دابا هضرتي عليه اللي غادي يقدر يكون ان شاء الله عم قريب، اللي كان السبب ديالو السي السهل الله يرحمه ويوسع عليه، بوكوا با دو نو با كريي ويديروا واحد المدرسه في هذا الاتجاه، مدرسه من الطرب للطرب الاندلسي او الصوفي مهداه للجاليه، ويجوا اساتذه من المغرب وكذلك تكون ان شاء الله حاضر منهم. بطبيعة اسمح لي تكون شوف حاضر وسط منهم، هذا سا بيرميترا ان بروميرمون دو ترانسميتر لي فالور دي بي، نعم نعم سا نعم بيرميترا دو نعم ترون سا بيرميترا اوسي دو بيرينيزي بيان سور هاد الكابيتال ماروكان صوفي اندلسي بالمهجر، وهو نعم وسيله من بعض الوسائل الاخرى اللي تقدر تكون وسيله اللي فطيتها خبر دبلوماسي موازي لاعداء الوحده الوطنيه ولاعداء المغرب. شوف هذا عنده هذا الجانب هذا اولا اللي قلت اللي شرتي له، والجانب كذلك وهو العنف اللي عايشه بالطبع العالم بالطبع للاسف. بالطبع الحل دياله هو الثقافه، يعني خلق وتشجيع ثقافه الاسلام المعتدل واللي فيها الفن وفيها جماليه الفن، لان هذا المتطرفين لا يؤمنون بفكره الجمال، لا يؤمنون بها، نعم والرجل نعم مساله نعم الذوق ما نعم عندهمش ذوق نهائيا. نعم فللاسف حتى الاجانب اللي كنعيشوا معاهم ولا اللي يعني الامريكيين ولا الباقي ما حسوا بهذه النقطه هذه. التصوف هو قلب الاسلام، هو روح الاسلام، وهو اللي فيه مبادئ. يعني اذا بسطت يدي اليك لاضربك وضربتني انا ما عردالكش، نعم داك التسامح نعم فهمتني. وتبارك الله عليك، راني شت بزاف ديال الخرجات ديالك اللي كانوا خرجات اللي تتشرف وجه المغرب، واللي هي يعني سينيماج بيني وبينك سينيماج بالنسبه للمغرب، لا من ناحيه التوليرونس لا من ناحيه لو باردون، لا من ناحيه الكلام ذو الوزن وكذلك ذو البعد. هذا دليل قاطع اللي تنطلب منك اذا كان ممكن، إذا كان نعم ممكن ما درتش من نقل الصواب، ربما ما تكونش مستعد ولا شي حاجة. هناك العديد من المستمعين المغاربة اللي موجودين عندنا هنايا وكذلك في نعم الولايات المتحدة وكذلك المغرب، إذا كان ممكن ولو دقيقة ولو 80 ثانية واحد الموال من 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 من, من, من من القلب. الكابيتال هو من القلب بدون شك، ما عنديش فيه الشك بتاتا. وهذاك تما قلت لك راه النهار الاول قلت لك ودي راه شرف كبير تيحصل لي اتيت الله يبارك بيرسونيل، فيك الله يبارك وكذلك فيك المستمع الكرام، اللي حنا الهدف ديالنا اشنو هو؟ هو دو ميتر اون فالور هاد الكابيتال ماتيريال دي ماروكا، دو ميتر اون فالور هاد الوليدات ديال المغرب الموجودين من المهجر. راه الميساج ديالنا راه كلير غينيت، راه ما تنتسناو حتى شي حاجه باش نكونوا واضحين. هذه نعم اذاعه نعم فرنسيه نعم ما نعم طلبت حتى شي حاجه من عند شي واحد، باش نكونوا نعم واضحين. هذا عمل مغربي بحال كما تنقول بواحد، نقول اسمح لي نضحكك واحد شويه، هذا راه هذا البرنامج كذاك الطعام ديال نهار الجمعه في الجامع. مجاني اللي جا اللي عنده بغى ياكل شويه ديال الطعام مرحبا به. الله يبارك فيك اللي بغى. وتم هاد الناس لي زانترفونون فوزيت انتم اللي تديروه، انتم اللي تصيبوه تحطوه المنوله، هذه صدقه جاريه. اللي بغى ياخذ من هذا الطعام مرحبا به، واللي عنده مرته ما تعرفش دير الطعام يجي ياكل الطعام فابور، واللي عنده مرته غضبانه عليه يجي مرحبا به، حنا تستقبلهم كاملين. هذا الموضوع هو موضوع ديال
لا كريديبيليتي والكلمه الرنانه والمعقول، واللي بغى المعقول راه باين، واللي بغى شي حاجه اخرى الله يسهل عليه. وفي هذا الاتجاه الله يجزك بخير، واحد الموال هديه لهاد المستمعين. هذا انا من الموال الجاليه. مرحبا 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 مرحبا. فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على جور الزمان صبور. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. بارك الله عليك وشكرا جزيلا. وهذا دخلات في تاريخ هذا البرنامج، ودخلت في الكلمات الموزونة في هذا البرنامج. ميدامز ميسيو، اللي بغى يتصل واللي بغى يتقرب من الاخ ولدنا وولد الجاليه السي عبد الرحيم عبد المؤمن، عنده ان سيت اوفيسيال سور لا باج فيسبوك، وربما الا كان عندك شي ادريس ميل الا بغيتي تقدر تقدمها للمستمعين الكرام اللي بغى يقدر يتصلوا بك، لان راك تبارك الله راك مكتبه في هذا المجال، وحنا بالاحرى محتاجين ليها. وباش تكون على علم، راه ما كاينش غير باريس، راه كاين مدن اخرى، راه كاين بلدان اخرى، راه لا فيل دو ليون راه سي لا دوزيام فيل دو فرانس، راه دوزيام راسومبلومون، انا زرتها قبل شهور، وراه كاين دول اخرى. عطى الله الاخوان والاخوات اللي تيبغوا هذه البلاد ومصاب يشوفوك عن قرب. سيدي عبد اللطيف، انا كنعطيك الضوء الاخضر، يمكن تمرر رقم الهاتف ديالي، يمكن ايوا مرحبا، يمكن تمرر الايميل ديالي، با بروبليم. الايميل ديالي ساهل سيدي. اي تفضل. عبد المومن بالصفة ديال ا بي دي ال ام او اي ام ان عبد المومن، وقبل منه واحد اي اخرى تاتاشي @hotmail.com. والهاتف والهاتف الرقم 06 08 47 75 75. انا ديال الجميع وانا ديالكم، وحنايا في خدمه الجاليه. هذا احنا من الجاليه، منها واليها وفي خدمتها. شكرا. هذا الكلام من ابنكم واليكم. شكرا سي عبد الرحيم، تحيه صادقه ومرحبا بك وقت ما كنتي مستعد في هذا البرنامج. هو برنامج خاص بولاديه الجاليه، اي لو كابيتال اي ماتيريال دو رويوم دي ماروك. ما بقى لي الا نودعك، ونتمنى الله تعالى نتلاقاو في مناسبه قادمه ان شاء الله. وهذا شرف يحصل لنا باش نعرفوا بوليدات الجاليه في جميع الميادين، ماشي غير الميدان الثقافي او كولتوريل سميتو اسوسياتيف، وانما وسي في المجال الفني. وكل بلد عنده الكابيتال ديالو، والكابيتال ديالنا هو الاندلسي والصوفي. سي عبد الرحيم، تحيه صادقه والى اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله. تحيه يا اخي، مع السلامه يا اخي، مع السلامه. إن يوما جمع الشمل بكم، يا أهل طنجة لرخيص بنفيس العمر، كل يوم لا يرى دائما.
شمس نهاري دائما، وإذا جاء الليل أنتم قمري. يا ليالي يا ليالي يا ليالي ليالي أنتم قمري. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.